الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه، إنه هو الجواد الكريم. أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع في موازين حسناتنا وحسناتكم، وفي موازين حسنات من تسببوا في هذا اللقاء المبارك. وإني والله لفي شرف عظيم أن ألتقي بإخواني لأستفيد منهم. أسأله جل وعلا أن يرفع نزلكم ونزل أهل العلم جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قبل أن نبدأ في مسائل هذا المتن، أود أن أنبه على عدة أمور. الأمر الأول، إن من عادتي طرح الأسئلة في أثناء الشرح، فأرجو أن لا تغفل، وأرجو أن لا يذهب ذهنك بعيدا، فكلما شرحت معلومة أو معلومتين فإنني أوجه السؤال إلى بعض الطلبة حتى نرى مدى استفادته ومدى انتباهه. الأمر الثاني، إنما سيعرض لكم من المعلومات أستطيع أن أصفه بأنه كم هائل. قد جمعت لكم كما هائلا من المعلومات العقدية التي إن شاء الله لن تحتاج إلى غيرها في هذا الشرح الخاص، فإنني فصلت مسائل الأصول الثلاثة مسألة مسألة حتى اجتمع عندي أكثر من 250 صفحة في الشرح. أسأله جل وعلا أن ينفع به، وعسى إن شاء الله أن يعيننا ربنا وإياكم على إنهائها في 16 درسا. الأمر الثالث، إذا أردتم أن تعلقوا فلن تستطيعوا أن تعلقوا كل ما أعطي، وإنما علقوا رؤوس المسألة. يعني مثلا سوف أبدأ بسؤال لماذا نبدأ بالعقيدة، سأذكر نقاطا، أنت اكتب رأس النقطة فقط، وأما تفاصيل ما في هذه النقطة فلا داعي له، يكفيك الاستماع، لأنك من حين ما تقرأ هذه النقطة سوف يأتي في ذهنك الشرح، لا سيما وأن الشرح الآن يسجل كذا ولا يكفر، يسجل، فاكتب فقط رؤوس الأقوال، يعني حتى لا تشغلك كثرة الكتابة عن سماع ما يرد عليك من العلم. فإذا اكتبوا فقط رؤوس الأقوال، يعني مثلا أقول لماذا نبدأ بالعقيدة؟ أولا لأنها أول ما بدأ به الرسل، ثم أبدأ أذكر الآيات والأدلة على ذلك، فلا داعي لذكر الأدلة، أو تذكر مثلا دليلا واحدا من مسألة ذكر فيها أربعة أدلة أو خمسة أدلة، لأنني أكثرت من ذكر الأدلة من الكتاب والسنة. فهمتم كيف نعلق؟ هذا هو. إذا نبدأ الآن، لماذا دائما نبدأ بالعقيدة؟ هذا سؤال يتردد على الأذهان كثيرا، وإجابة هذا السؤال تكون في عدة أمور. الأمر الأول، نبدأ بالاعتقاد لأنه أول شيء بدأ به الرسل، فإذا بعث الله رسولا إلى أمة من الأمم فإن أول ما يأمره بأن يبدأ به دعوة أمته ما هي؟ أمور الاعتقاد، ونحن مأمورون بالاقتداء بالرسل. قد قال الله جل وعلا فبهداهم اقتدوا، فقد أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي الرسل الذين بعثوا من قبله، ونحن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي أن نبدأ في تعليم الناس بتصحيح أمور الاعتقاد، ولذلك الله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول ذكر الله أنه يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقد قالها نوح لقومه، وقالها هود لقومه، وقالها صالح لقومه، وقالها شعيب لقومه على الجميع صلوات الله وسلامه. فإذا أول شيء يبدأ به الرسل هو تصحيح أمور الاعتقاد، ولذلك نحن نبدأ بالاعتقاد اقتداء بالرسل
صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني أن العقيدة هي أساس العمل والأعمال فروعها وثمرتها، فينبغي الإقبال أولاً على إصلاح الأساس. الإنسان ينبغي له أن يقبل أولاً على صلاح الأساس، فإن صلاح الأساس صلاح لما يبنى عليه. ولذلك يقول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قالوا هؤلاء أصحاب العقائد المخالفة، عنده كد وعنده عمل وعنده اجتهاد ونصب في العبادة، ولكن أعماله كلها تكون هباء منثورة. لماذا؟ لأن الأساس منفرد، لأن الأساس مخدوش. فلذلك ينبغي للإنسان أولا أن يقبل على صلاح الأساس. وأساس الأعمال ما هو؟ العقيدة. فينبغي أولا أن نصلح الأساسات. ولذلك إذا كان ثمة ثلمة في الجدار وكلما أصلحنا هذه الثلمة عادت مرة، الفساد في الأساس. أصلح الأساس أولا. ولذلك إذا صلح أساسات الدار ولو بنيت عليه 70 طابقا ما اهتزت هذه البقوع. لماذا؟ لأن الأساسات قوية محكمة. فإذا الأعمال ثمرة، الأعمال ثمرة، كما قال الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. ما هي هذه الكلمة الطيبة؟ لا إله إلا الله. كشجرة طيبة. ما هي هذه الشجرة الطيبة؟ النخلة. أصلها ثابت، هذه الكلمة أصلها ثابت في قلب المؤمن، وفرعها في السماء، يعني وفروعها على جوارح الإنسان وأركانه. فإذا لما كانت العقيدة هي أساس الأعمال والأعمال ثمرتها وفروعها، كان المناسب أن نبدأ بإصلاح الأساس. ولذلك الله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عندهم أعمال ولا لا؟ عندهم أعمال، ولكن الله جعلها هباء منثورا لأنها لم تبنى على عقيدة صحيحة. أنتم معي في هذا ولا لا؟ وقال الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة مآلها تصلى نارا هامية. مع أن عندها عمل وعندها نصب وتعب في هذا العمل، لكن لما كان هذا العمل لم يبنى على أساس صحيح صار وبالا على صاحبه. ولذلك القاعدة عندنا: ليس العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بموافقة العمل للكتاب والسنة ولو كان قليلا. ولذلك المعتمد عند أهل السنة رحمهم الله: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الأمر الثالث مما يجعلنا نبدأ بالعقيدة أن المخالفة في أمور الاعتقاد خطيرة، ولذلك لا بد أن نبدأ بتصحيح الاعتقاد، لأن المخالفة فيه خطيرة. لكن المخالفة في الفروع الفقهية والمسائل العملية أمرها يسير. كونك مثلا تقدم يديك في السجود أو تقدم ركبتيك، هذا الأمر فيها يسير. كونك مثلا تتوضأ من لحم الإبل أو لا تتوضأ، الأمر فيها يسير لوجود الخلاف الفقهي. لكن كونك مثلا تطوف حول القبر أو لا تطوف، الأمر خطير. فالمخالفة في أمور الاعتقاد قد توجب لصاحبها الخروج من الدين بالكلية ولو بشيء يسير. ولذلك سيمر علينا إن شاء الله في شرح الأصول الثلاثة أن من الشرك ما هو عبارة عن كلمة واحدة، كلمة واحدة تنقل الإنسان من ديوان المسلمين إلى ديوان الكفار والمشركين والعياذ بالله. فكان من المناسب أن نبدأ بتصحيح ما كانت المخالفة فيه خطيرة قبل تصحيح ما تكون المخالفة فيه يسيرة. أنتم معي هذا ولا لا؟ عندك مثلا رجل لا يصلي وهو حالق للحيته، فبأيهما تبدأ؟ تبدأ بما تكون مخالفته خطيرة. أيهما أخطر؟ المخالفة في ترك الصلاة والمخالفة في حق اللحية. فكذلك في التوحيد، مسائل التوحيد المخالفة فيها أعظم، آثار المخالفة فيها أعظم، قد توجب لصاحبها الخلود الأبدي في النار أو خلود أصحاب الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يصح بمجموع طرقه: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لماذا استوجبت النار؟ للمخالفة في إيش؟ في أمور الاعتقاد. الأمر الرابع أن العقيدة الصحيحة هي الأمان من الفتن والولوغ فيها، فإنه لا يسلم في فترات الفتن إلا صاحب الاعتقاد الصحيح، وهذا بالتجربة والتجربة.
فإنه إذا نزلت الفتنة فإنه لا ينجوه إلا أصحاب الاعتقاد الصحيح الذين رسخ ذلك الاعتقاد في قلوبهم، فهم الناجون الموفقون المهديون الذين لا تحسب بهم أهوار الفتن ولا أعاصير الطوائف الضالة. فإذا أراد الإنسان أن يثبت في أوقات الفتن فلا يستطيع أن يثبت إلا إذا كان صاحب اعتقاد صحيح. ولذلك إذا حلت الفتن فإنها لا تموت إلا بأصحاب البدع والضلالات وأصحاب الشبه والمقالات الفاسدة الذين لم يتربوا على كتاب الله ولا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن الإنسان في هذه الحياة أحوج ما يكون إلى معرفة الفرقان الذي يميز به بين الحق والباطل. العقيدة هي الفرقان، لأن نبدأ بالعقيدة لأنها هي الفرقان الذي يميز به بين الحق والباطل. كيف تعرف أن هذا مسلم وهذا كافر؟ بمعرفتك للعقيدة. كيف تعرف أن هذا فاجر وأن هذا ضال؟ بمعرفتك للعقيدة. كيف تعرف أن هذه بدعة وهذه سنة؟ بمعرفتك للعقيدة. فالذي يحرم من هذا الفرقان فإنه يحرم من خير كثير، ومن أوتي ذلك الفرقان فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا الفرقان هو العقيدة الصحيحة. فالعقيدة الصحيحة هي الميزان الذي يميز صاحبها بها بين الحق والباطل والمقبول والمردود، وبين السنة والبدعة، وبين الهداية والضلال، وبين الصواب والخطأ وغير ذلك. ومن ذلك أيضا ولعله آخرها أن العقيدة هي أعظم أسباب الثبات على طاعة الله. صاحب الاعتقاد الصحيح غالبا ما يكون ثابتا على طاعة الله حتى يأتيه اليقين. ولذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الأصل الثاني، في الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سوف نذكر شيئا كثيرا من سيرته إن شاء الله. جلس يقرر العقيدة في مكة أكثر من 13 عاما لوحدها العقيدة، ثم لما هاجر إلى المدينة 10 سنوات أيضا جلس يقرر العقيدة، لكنه تقرير مشوب بتقرير الشرائع الأخرى. ولا غرض في ذلك، لأن دين الإنسان وإسلامه والتزامه إذا لم يكن مبنيا على عقيدة راسخة صحيحة فإنه سرعان ما يحور بعد أن يكون، يعني سرعان ما يرجع بعد أن يتقدم. أما صاحب العقيدة الصحيحة فإنه ثابت بتثبيت الله. ولذلك ينبغي للإنسان، بل ينبغي للناس أفراد ودول وجماعات أن يبنوا دولهم على العقائد الصحيحة. فإن الدولة التي تبني دستورها في التعامل مع شعبها على العقيدة الصحيحة المتوافقة مع الكتاب والسنة، والله يكتب الله لها الخلود، يكتب الله لها الثبات. والإنسان إذا بنى التزامه على العقيدة الصحيحة يكتب الله له الثبات. بل إن الدعوات الإصلاحية التي انتشرت في العالم الإسلامي كثير منها اندرس وانتهى. لماذا؟ لأن أصحابها الذين أسسوها لم يبنوها على عقيدة صحيحة. ولكن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كانت مبنية على عقيدة صحيحة كتب الله لها البقاء. فنحن الآن في العقد الثالث، في القرن الثاني، في بدايات القرن الثالث بعد وفاة الشيخ محمد رحمه الله، ولا تزال هذه العقيدة غضة طريقة أقبل الناس عليها بشرق الأرض وغربها وجنوبها وشمالها على دراستها وتفهم مسائلها. ولذلك كتب الله لدعوة الشيخ محمد رحمه الله النجاح. لماذا؟ لأنه بنى عقيدته على عدة أمور. الشيخ محمد رحمه الله كتب الله له لدعوته هذه النجاح لأنه بنى عقيدته على عدة أمور، منها تصحيح العقيدة، تصحيح العقيدة وطلب موافقتها للكتاب والسنة. وأيضا الشيخ رحمه الله بنى دعوته على نفي معالم الشرك والوثنية، لا يرضى بموضع من مواضع الشرك التي كانت منتشرة في النجد، لا يرضى بأي موضع من مواضع الشرك يبقى في هذه البلد. ولذلك هدم القبة التي على قبر زيد بن الخطاب، وهدم النخل الذي يسمى نخل فحال وقد كان في نجد، وهذا قد افتتن به الناس كثيرا حتى إن المرأة إذا أبطأ عنها الزواج جاءت واحتضنت فحل النخل هذا وقالت يا نحلة فحال الضعيفة تريدك أن ترزقها زوجا قبل الحرب. فكان الشرك منتشرا في نجد، فقامت دعوة الشيخ على نبذ جميع معالم الشرك والوثنية. وأيضا قامت
دعوة الشيخ وهو من أسباب ثباتها على تصحيح مفهوم الولاد والمضار كما سنذكره إن شاء الله جل وعلا. وأيضا قامت دعوة الشيخ على الجهاد في سبيل الله جل وعلا بشتى أنواع الجهاد، سواء الجهاد بالقلم أو الجهاد باللسان أو الجهاد باليد والسنان. وقامت دعوة الشيخ أيضا على تأكيد الكتاب والسنة في كل مصادرها وموالدها. فهذه الدعوة المباركة لم تقتطف شيئا مما قرره المستشرقون، كما أن كثيرا من الدعوات دخل فيها شيء من ذلك. لا، دعوة الشيخ قامت على تأكيد الكتاب والسنة في الناس في كل مصادرهم وموالدهم. وقد كان الشيخ، وهو الأمر السادس، كان الشيخ حريصا رحمه الله على إنشاء الدولة الإسلامية التي تحكم التي تقوم على ثلاثة أركان: على كتاب الله جل وعلا، وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم سلف الأمة. ولذلك لهذه الأمور الستة صارت دعوة الشيخ ثابتة كل الثبات وراسخة كل الرسوخ. وما اجتماعنا في هذا المسجد أيها الأحباب إلا لنقطف ثمرة من ثمرات هذه الدعوة المباركة، وهي عبارة عن رسالة صغيرة قد كتبها الشيخ في وقت قصير وسماها بالأصول الثلاثة، وهي من تأليفه رحمه الله. وقبل أن نبدأ في شرح مسائلها أحب أن أذكر ولو كلمات يسيرة عن هذا الشيخ. أما اسمه فهو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن مشرف ابن عمر من بني تميم، هو تميمي يرجع إلى قبيلة تميم. وأما مولده رحمه الله فقد ولد في بلدة العيينة باتفاق أهل التاريخ، وكان مولده سنة 1500 يعني 1115 هجرية. وقد كان مولده رحمه الله تعالى في بيت علم وشرف ودين، فقد كان أبوه عبد الوهاب عالم كبير من علماء النجد. وأما جده سليمان فقد كان مفتي الديار النجدية في زمنه. تلقى الشيخ رحمه الله تعالى بداية تعليمه على مشايخ بلده، فحفظ القرآن وأتقنه في بلدة العيينة ولم يتجاوز سنه العاشرة، وهذا ذنب العلماء. حفظ الشيخ محمد رحمه الله تعالى كتاب الله عن ظهر قلب قبل بلوغه العاشرة، واتفق المؤرخون على وصفه بأنه شديد الذكاء قوي الحافظة، لا يكاد يقرأ شيئا إلا يحفظه، ولا يكاد ينظر في شيء إلا ويثبت في ذهنه. ولذلك توفي الشيخ رحمه الله عن عمر يناهز 98 سنة ولم ينس ما طلبه ما تعلمه في زمن القرن. كتب الله لهذا الإمام حافظة عظيمة قوية. وقد سار في تلقي العلم على منهج السلف الصالح، وإن أعظم ما أثر عن منهج في منهج السلف في تلقي العلم الرحلة. فقد رحل الشيخ إلى الشام وإلى العراق وإلى العراق وغيرها من الدول، وتلقى العلم عن علماء بلدها. وقد كانت له عناية خاصة بكتب الشيخين الإمامين الحافظين الجليلين أحمد بن تيمية رحمه الله والإمام أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية. وقد كان في مبدأ حياته مكبا على التوحيد الخالص، ولما كان ينظر إلى مظاهر الشرك في بلده كان يؤذيه ذلك كثيرا، فبدأ يجهر بدعوته إلى التوحيد الخالص وصدع به. ولا بد للداعية الصادق أن يعافيه من يعافيه من أهل الشرك
والبدع، ولكن هيئ الله له الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى فناصره وآزره، واجتمع سببا النصر، لا نصر إلا بهذين: العلم والحجة والسيف والسنان. العلم والحجة المستفادة من قبل الشيخ محمد، والسيف والسنان المستفادة من قبل الإمام محمد بن سعود رحمه الله. ولذلك اندحر أهل الشرك وكسرت الأوثان وهدمت القباب واختفت مظاهر الشرك وانتشر التوحيد في الديار النجدية. وقد مد الله جل وعلا في عمر الشيخ محمد وانتقل إلى الدرعية، ولم يمت رحمه الله تعالى إلا عن عمر يناهز، أنا كم قلت في الأول؟ لا، 92 سنة، خطأ مني، 92 سنة. وكانت سنة وفاته رحمه الله عام 1206، ومما لا يعرفه الكثير عن الشيخ محمد أنه مات ولم يرث أبناؤه منه لا دينار ولا درهم، مات فقيرا معدما ليس عنده دينار ولا درهم، مع أنه كان كبير العلماء في زمانه، وهذا يدل على زهده وورعه وترفعه عن الدنيا وشهواتها. ولذلك يقول كثير ممن أضاف حياته قالوا: فلم يوزع بين ورثته مال ولم يقسم شيء، ولكنه ورث للأمة العلم النافع والعمل الصالح. أسأله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناته، أسأله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرفع درجته في الفردوس الأعلى، وأن يعامله بعفوه ومنه وجوده وكرمه وإحسانه. نبدأ بعد ذلك في قراءة المتن ونأخذ منه ما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمة الله أنه بسم الله عندكم، النسخة اللي عندكم ليس فيها البسملة؟ إذا لم تكن عندكم فأثبتها، لأن النسخ المعتمدة موجودة فيها البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة، إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. الكلام على هذه الجملة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في 27 مسألة، الكلام على هذه الجملة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في 27 مسألة. المسألة الأولى: اعلم رحمك الله تعالى أن الشيخ افتتح كتابه بالبسملة لعدة أمور. الأمر الأول ابتداء بكتاب الله جل وعلا، فإن البسملة افتتاح كل سورة من سور كتاب الله. الأمر الثاني ابتداء بمكاتبات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام
الصلاة والسلام إذا كاتب أحدا أو رسله فأول شيء يبدأ به أن يبسمل. والأمر الثالث اقتداء بأهل العلم الذين من قبله، فإن من العادة الجارية المتقدرة عند أهل العلم جميعا في مصنفاتهم أنهم كانوا يبدأون بالبسملة في بداية كل مصنف. والأمر الرابع التبرك بالاقتداء باسم الله جل وعلا. المسألة الثانية، اعلم رحمك الله تعالى أن كل حديث فيه، كل أمر بإبان لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر فهو ضعيف، لا تقوم به الحجه. ولذلك لم نذكر استدلالا على سببية ابتداء الشيخ بالبسملة، لأننا لا نستدل بالأحاديث الضعيفة، فهذا الحديث ضعيف بمجموع طرقه، فقد ضعفه من الأئمة الخطيب البغدادي رحمه الله، والإمام السكي رحمه الله، وابن عراق في تنزيه الشريعة أيضا ضعفه، وابن الجوزي رحمه الله، والدارقطني رحمه الله، وابن حجر أيضا ضعفه، رحم الله الجميع رحمة واسعة. وممن ضعفه أيضا الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فحيث كان ذلك الحديث ضعيفا فلا يأتينا رجل ويقول لماذا لم تذكره من جملة الأدلة التي جعلت الشيخ يبدأ بالبسملة، فنقول لم نذكره لأنه ضعيف. المسألة الثالثة، اعلم رحمك الله تعالى أن القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من كل سورة، وإنما القول الصحيح أن البسملة آية من مجمل القرآن نزلت للفصل بين السور. وهذه المسألة ليست من المهمات، فهي مسألة اجتهادية، فبأي قول أخذت فإنه لا يفسد للود قضية، لكن القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعليه تدل الأدلة أن البسملة آية من مجمل القرآن، فهي آية واحدة ليست آية مستقلة من الفاتحة ولا من كل سورة، وإنما هي آية من مجمل القرآن نزلت للفصل بين السور. المسألة الرابعة، اعلم رحمك الله تعالى، وارفعوا رؤوسكم قليلا حتى نشرح ثم تكتبوا إن شاء الله مختصرا، أن الإنسان في إبلاغ العلم لا يخلو من حالتين، إما أن يكون إبلاغا إلقائيا وإما أن يكون إبلاغا كتابيا. فإذا كان البلاغ إلقائيا فإن السنة فيه البداءة بالحمدلة لا بالبسملة، ولذلك لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بإيش؟ بالبسملة، لا أبدا، وإنما دائما افتتح خطبه بإيش؟ بالحمدلة. وأما إذا كان البلاغ كتابيا فإن السنة فيه أن يبدأ فيه بالبسملة، لأننا لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتابا فافتتحه بالحمدلة، وإنما جميع مكاتباته كانت بالبسملة. فلو سلمنا صحة حديث كل أمر بإيمان، لو سلمنا صحته لوجدنا أنه مروي بروايته، كل أمر بمال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وفي الرواية الأخرى كل أمر بمال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أو أبتر أو ذاهب البركة. فكيف يبدأ يقول بسم الله ثم الحمد لله؟ نقول الجمع بينهما لو كان صحيحا، لو كان صحيحا من باب التدريب الطالب على جمع بين الأدلة، لو كان صحيحا فنقول ينزل الحديث كل أمر بمال لا يبدأ فيه ببسم الله على الأمور الكتابية، وكل أمر بمال لا يبدأ فيه بحمد الله على الأمور الإلقائية. فإذا خلاصة المسألة تقولون إذا كان إبلاغ العلم إلقائيا فالسنة فيه البداءة بالحمدلة، إذا كان إبلاغ العلم إلقائيا كالخطب والندوات والمحاضرات فإن السنة فيه البداءة بالحمدلة. وأما إذا كان إبلاغ العلم كتابيا كالتأليف أو كتابة المقالات في الصحف والجرائد وغيرها فإن السنة فيه أن تبدأ بالبسملة. هذه المسألة كم يا جماعة؟
يقلب نفسه. المسألة الخامسة، اعلم رحمك الله تعالى أن القول الصحيح أن لفظ جلالة الله اسم مشتق من الألوهية، وقد صح ذلك ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا إنه من الأسماء الجامدة التي لا تتضمن صفة. بعض أهل العلم يقول إن لفظ جلالة الله وهو الاسم الأحسن لفظ جامد لا يتضمن صفة. العزيز اتفقوا على أنه يتضمن صفة العز، القدير سائر الأسماء لا يتفقون على أنها تتضمن صفة، لكنهم اختلفوا بهذا الاسم فقط الله. قالوا هل هو مشتق من صفة معينة أم لا؟ اختلفوا على قولين، والقول الصحيح والله الراجح المليح في ذلك أنه مشتق، واختاره ابن تيمية واختاره الإمام ابن القيم كما ذكره في مدارج الفوائد. فهو مشتق من إيش؟ قالوا مشتق من الألوهية، الله مشتق من الألوهية، فالله هو المألوه حبا وتعظيما وتذللا. المسألة الخامسة، السادسة، المسألة السادسة، اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة اتفقوا على أن لفظ جلالة الله والرحمن من الأسماء الخاصة التي لا يجوز أن يسمى بها غيره جل وعلا. هذا من الأسماء الخاصة التي لا يجوز أن يسمى بها غيره، وكذلك ما كان في معناها كرب العالمين وإله الأولين والآخرين، فهذه أسماء خاصة لا يجوز أن تطلق إلا على الله جل وعلا. وأما بقية أسماء الله فيجوز أن تطلق على المخلوق بشروط. بقية الأسماء يجوز أن تطلق على المخلوق بشروط. الشرط الأول أن تكون مجردة عن أل، يعني تسمي عزيز ولا تسمي العزيز الاسم. وأما إن قلت يا أيها العزيز هذا وصف، لأن كل من يحكم مصرا كانوا يسمونه بالعزيز على وقت يوسف عليه الصلاة والسلام. فالعزيز الوارد في القرآن ليس اسم وإنما صفة، ولا تكلم عن التسمية بأسمائه. تسميه حكيما ولا تسميه الحكيم، تسميه قويا ولا تسميه قوي، وهكذا بسائر الأسماء، طبعا إلا الأسماء الخاصة التي ذكرت لكم طرفا منها. الشرط الثاني أن لا يراقب فيه معنى الصفة، أن لا تراقب فيه معنى الصفة، يعني لا تأتي لرجل كريم فتسميه كريما لأنه يتصف بالكرم، لا، هذا لا يجوز إلا لله جل وعلا. والدليل على ذلك أن رجلا كان يكنى بالحكم أو بأبي الحكم، كان يسميه قومه بهذا الاسم، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هذه التسمية قال، انتبهوا، قال إن قومي اختصموا تحاكموا إلي فحكمت بينهم فرضوا بحكمي. إذا لماذا سموه بالحكم؟ لأنه رقبوا فيه الصفة، وهي أن الناس يرضون بحكمه فسموه بالحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا جميل، لكن إطلاق الاسم مراقبا فيه معنى الصفة من خصائص الرب جل وعلا. فقال ما أحسن هذا، كم لك من الولد؟ فقال ثلاثة، فقال أربعة، وذكر منهم شريح، فقال إذا أنت أبو شريح، والحديث رواه النسائي بسند صحيح. فلماذا غيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه نوقب فيه معنى الصفة، مع أن من أصحابه من كان اسمه الحكم، ولو رجعت إلى وسط الغابة لوجدت أن أصحاب الكفر اسمهم الحكم، ومع ذلك لم يغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أطلق عليهم الحكم من صغرهم قبل أن يعرف حكمهم، وقبل أن يرضى الناس بحكمهم، وقبل أن يصدر أصلا منهم أي حكم، فسموا بهذا الاسم غير مراقب فيه معنى الصفة. والشرط الثاني أهم من الشرط الأول،
الشرط الثاني الذي لا يرقى فيه معنى الصفة أهم من الشرط الأول أن يكون مجرد العمل. يعني قد نتجاوز عن رجل سمي بالعزيز دخل في أمن، ولكن لا نتجاوز عن رجل سمي عزيزا لأنه عزيز في قومه، أو رجل تسمى بالكريم لأنه كريم في قومه، هذا لا نتجاوز عنه. أما غيره فقد نتجاوز عنه. فمن باب الأكمل أن يجرد الاسم عن أمن، لكن لو اقترنت به أمن فلننظر إلى الشرط الثاني، لأن الشرط الثاني شرط أساسي تأصيلي، والشرط الأول شرط تبعي. شرط تبعي. ما أدري يا إخوان الشرط واضح أم نعيد؟ طيب المسألة السابعة، قول الشيخ رحمه الله اعلم، قوله اعلم لأن بدأ قال اعلم رحمك الله، هذه كلمة يا إخواني يؤتى بها للتنبيه، هذه كلمة يؤتى بها لتنبيه المخاطب على أهمية ما سيقال، ويقصد بها شد الذهن وتأهيله. ولذلك ينبغي للشارح إذا رأى غفلة الطلاب ورأى أن المعلومة التي ستقال مهمة فينبغي له أن يصدر هذه المعلومة بقوله اعلم، حتى يشد ذهن الطالب وحتى إيش يبين أهمية المعلومة التي ستقال، وهي منهج قرآني في قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال اعلم ليشد ذهنه وليبين أهمية المعلومة التي ستقال. المسألة الثانية، اعلم رحمك الله تعالى أن العلاقة بين العالم والمتعلم علاقة رحمة، ليست علاقة قوة وشدة، لا، وإنما هي علاقة رحمة وشفقة. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى دائما يبدأون كتبهم ومؤلفاتهم بقوله اعلم رحمك الله، فقول الشيخ رحمك الله يدل دلالة صريحة على أن الواجب على العالم أن يكون مبدأ العلاقة بينه وبين المتعلمين إنما منبعها الرحمة، منبعها الرحمة. فقول الشيخ رحمك الله، قول الشيخ رحمك الله اقتداء بالسلف رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، وليبين الشيخ للقارئين أن العلاقة بينه وبين الطالب إنما هي علاقة رحمة، وهذه العلاقة الحميمة قد ذهبت بين الطالب والشيخ حتى أصبح الطلاب قليل منهم من يحترم شيخه، بل ولربما يرى شيخه في الشارع في الطريق ولا يكسب له الطريق، بل ربما لا يلقي عليه السلام، بل ربما يرى شيخه قد حمل شيئا ولا يساعده، ولا بل قد يصد عنه حتى لا يراه الشيخ. والذي أفسد هذه العلاقة الدراسات المنهجية، لأن الرابطة بين المدرس والطالب ليست رابطة شيخ بشيخ بطالبه، وإنما رابطة مدرس بطالب على كرسي جالس فقط. ولذلك نسمع من كثير من الطلبة سب المدرسين والقدح فيهم وتعييبهم وتضليلهم وتشبيه صورتهم، لأن العلاقة التي كان ينبغي أن تكون بين الطالب وشيخه قد فقدت، وهي علاقة الرحمة والشفقة والتقدير والاحترام، هذه فقدت لما قلت دروس المساجد. المسألة التاسعة، قول الشيخ رحمه الله تعالى يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب علينا، كلمة يجب هذا يدل على أن العلم منهما هو واجب، فما القاعدة في ذلك؟ كيف أعرف العلم الواجب من العلم الذي ليس بواجب؟ خذوا هذه القاعدة، كل علم تتوقف عليه صحة العقيدة والعبادة فواجب، كل علم تتوقف عليه صحة العقائد والعبادات فهو واجب. العلم الذي تتوقف عليه صحة العقائد والعبادات هذا واجب، لماذا؟ لأن تصحيح العقيدة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتصحيح العبادة واجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. معرفة كيفية
وكذلك معرفتك لا إله إلا الله ونواقضها وشروطها ومعناها لا تصح عقيدتك إلا إذا تعلمت هذه المسائل، فكان تعلمها واجبا. ولذلك الأصول الثلاثة تعلمها واجب، لأنه لا يصح دين الإنسان ولا تصح عقيدته إلا إذا كان عارفا بالله وعارفا بنبيه صلى الله عليه وسلم وعارفا بدين الإسلام، ولا لا يجمع. فصار تعلم هذه المسائل واجبا، ولذلك صدقت كلمة الشيخ بقوله اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا، يجب علينا. إذا كل علم تتوقف عليه صحة العقائد والعبادات فهو واجب. وما زاد على ذلك، وما زاد على ذلك، انتبهوا لي، وما زاد على ذلك فهو سنة في حق الأفراد فرض كفاية في حق الأمة. يعني إذا نظرت إلى الأفراد فيما زاد على ذلك، إذا نظرت إلى الفرد بعينه فإنه سنة يسد في حقه أن يكون هو الذي يتولى ذلك المنصب، ولكن إذا نظرت إلى عموم الأمة فإنه يجب على الأمة أن تسخر من أفرادها من يتعلم ذلك. ولذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: لو لم يوجد في الأمة من يعلم صناعة الإبرة لأثبت، لو لم يوجد في الأمة من يعلم صناعة الإبرة لأثبت، لأن هذا الإبرة يحتاج إلى، لو لم يوجد في الأمة من يعرف كيفية تغسيل الميت لعدمة الأمة. إذا تعلم ما زاد على صحة العقائد والعبادات لنا فيه نظرة، إن نظرت إلى عموم الأمة فيكون الحكم فرض كفاية، وإذا نظرت إلى الأفراد فيكون الحكم سنة. فصار العلم عندنا منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة ومنه ما هو فرض كفاية. العلم الشرعي، العلم الشرعي ما في مباح، العلم الشرعي ما في مباح، علوم الدنيا نعم قد يكون فيها مباح، أما العلم الشرعي فلا يخرج من هذه الأقسام الثلاثة، إما أن يكون واجبا علميا، وإما أن يكون واجبا كفائيا، وإما أن يكون سنة. ما العلم الواجب العلمي؟ هو الذي تتوقف عليه صحة العقائد والعبادات. طيب وما زاد على ذلك؟ إذا نظرنا إلى عموم الأمة فيكون الحكم فرض كفاية، وإذا نظرنا إلى الأفراد فيكون الحكم سنة. الحادية عشرة، قول الشيخ رحمه الله: يجب علينا، يجب علينا. هل يدخل الشيخ في هذا الخطاب ولا ما يدخل؟ يجب علينا. هذه نريد ان نستفيد منها فائده مسلكيه حتى نثبت العقيده بشيء من السلوك. هذا يؤخذ منه التلطف والتأدب مع المخاطب. فإن الناس غالبا إذا واجهتهم بالنصح وأشعرتهم بأن هذه النصيحة متوجهة لهم مباشرة فإن قلوبهم غالبا ما تدخل. لكن لو قلت يا اخي الصلاة واجب علينا، يجب علينا ان نصلي، يجب علينا ان نطيع الله، ادخلت نفسك بالنصيحة فان هذا ادعى للقبول للسلام، وهذا شيء مجرد، هذا شيء مجرد. اذا جئت لرجل لا يصلي وقلت: اما علمت ان الصلاة واجبة عليك؟ لماذا لا تصلي؟ اما علمت انك اذا تركت الصلاة عاقبك الله؟ فان هذا قد يكون ثقيل على نفسي، لكن يا اخي بارك الله فيك، الصلاة واجبة علينا، لو تركناها لعاقبنا ربنا ولعذبنا الله عز وجل، فيكون ذلك أدعى لقبول السامع. ولذلك قال الشيخ: يجب علينا، ما قال يجب عليك، مع أنني أقسم بالله أن قبل كتاب أن الشيخ قبل هذه الكتابة قد تشرب هذه الأصول الثلاثة وعرفها معرفة يقينية وعرف أنها من جملة ما يجب عليه، ولكن لما كان من باب التلطف مع المخاطب ومع القارئ ومن باب الأدب معه قال يجب علينا، فهذا من باب الأدب والاحترام. فقضية التعريف وقضية الإلقاء ليست فتح العضلات ولا مصارعة حرة، وإنما كيف يصل الحق إلى قلبي، إلى قلب السامعين وإلى قلب القارئين بأي طريق. وأيضا هناك فائدة أخرى، وهي أن الشيخ قال يجب علينا حتى يذكر نفسه دائما أنه مع علمه بهذه المسائل فإنه يحتاج أن يذكر نفسه بها دائما، فإن بعض الناس إذا تعلم المعلومة من أول المرة ثم ينساه، لكن الشيخ على جلالة قدره ووفور علمه ومعرفته التامة بهذه الأصول الثلاثة قال يجب علينا حتى يذكر نفسه دائما أن هذه الأصول هي موضوع حياته الذي لا ينتهي وموئل عزه الذي لا ينتهي. هذا من باب تذكير النفس. وهناك فائدة أخرى أيضا ذكرها بعض الشراح، قالوا: لأن الإنسان لا يمكن أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا صوفيا، الصوفية عندهم أن الإنسان إذا بلغ مرحلة في العلم ومرحلة في العلم
العبادة فإنه ترتفع عند إيه؟ ترتفع عند التكاليف. فالشيخ على جلالة قدره، وهذا من جملة المؤلفات التي ألفها في أواخر حياته، على جلالة قدره ووفور علمه، أراد أن يبين أن منهج أهل السنة بل منهج المسلمين أن الإنسان مهما بلغ في علمه فإنه لا يترفع عن مثل هذه الأصول، وأنه لا يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه فائدة مسلكية. إذا قال الشيخ يجب علينا، فاستفدنا من كلمة علينا هذه الفوائد. المسألة التي بعدها كم الرقم عندكم؟ 11. اعلم رحمك الله تعالى أن طلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة، وأعني به العلم الذي لا تصح العقائد والعبادات إلا به. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى في مسنده، وأخرجه الطبراني في الأوسط. ولهذا الحديث طرق كثيرة يصل بها إلى رتبة الحسن، فهو حديث حسن. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فينبغي للإنسان ألا تشغله الدنيا ولا شهواتها ولا الوظائف ولا أشغالها وصوارفها عن طلب العلم الذي سيسأله الله جل وعلا عنه يوم القيامة. فينبغي للإنسان أن يقبل الإقبال التام على تعلم مسائل الشريعة، على الأقل المسائل التي لا تصح عقيدته ولا عبادته إلا بها. فينبغي لطالب العلم أن يجتهد الاجتهاد الكامل في تحصيله، فإن الإنسان إذا حصل العلم حصلت له عدة مصالح. المصلحة الأولى: العلم يحقق حياة القلوب وراحتها وطمأنينتها. فلا راحة للقلب ولا طمأنينة له ولا حياة له إلا بالعلم الشرعي. ولذلك الجهال قلوبهم ميتة. الأمر الثاني مما يحصله الإنسان بالعلم: رفعة الدرجات يوم القيامة. فإن الله يرفع أصحاب العلم درجات أعلى من درجات سائر المؤمنين. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مع أن الذين أوتوا العلم يدخلون في عموم الذين آمنوا، لكن تخصيصهم للذكر دليل على أن الرفعة في حقهم أعلى. وهذه لا يحصلها الإنسان إلا بالعلم، وبه يتحقق للإنسان عبادة الله على بصيرة. فإن الذي يصلي بعد معرفته بكيفية الصلاة ليس كرجل يصلي تقليدا، لا، هذا ليس كهذا بالتجربة والحس. فلا يستطيع الإنسان أن يعبد ربه على بصيرة إلا إذا كان طالبا للعلم الشرعي. ومنها أيضا أنه يدخل في الثناء العابق على العلماء الوارد في الكتاب والسنة. فإن الله في آيات كثيرة أثنى على العلماء وعلى الدعاة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أثنى على العلماء والدعاة. فإذا اتصف الإنسان بأنه طالب للعلم الشرعي فإنه يدخل في جملة ذلك الشرف العظيم والثناء العابق. وكذلك من فوائد العلم أنه يحفظ الإنسان من الفتن. ولذلك إذا حلت الفتن ونزلت فإنه لا يثبت في الساعة إلا العلماء. وبالعلم أيضا ينال الإنسان شرف وراثة النبي صلى الله عليه وسلم، شرف وراثة الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن وظفوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فينبغي للإنسان أن يثني ركبه في حلقات العلماء، وينبغي له أن يلزم عتبة أبوابهم. فإن العلماء يا إخواني هم أمانة الأمة، ولا تزال الأمة بخير ما دام فيها. ولذلك يقول النبي
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ذهاب العلم حلول الفتن. ومن علامات الساعة رفع العلم كما في الصحيحين من حديث أنس، عفوا كما في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر وتكثر الزلازل ويرفع العلم ويظهر الجهل. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة ثم نظر إلى السماء فالتفت على أصحابه فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعد، وأصحابي وهم العلماء أمنة لأمتي، أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فلذلك ينبغي في الحقيقة أن نلتف حول العلماء وأن نقتدي بهديهم وأن نقتفي آثارهم وأن نعظمهم في قلوبنا، لا لأنهم فلان من فلان، وإنما نعظمهم لما يحملونه في قلوبهم من العلم. احذر أيها الأخ الكريم أن يمنعك من طلب العلم الكبر أو الرياء أو الحسد أو الاشتغال بالدنيا أو أن تصدك عنه شهوة أو غفلة أو مال أو ولد أو وظيفة، فإن المحروم في الحقيقة من حرم العلم. ولذلك يقول الله جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فسرت الحكمة بأنها علم. المسألة الثانية عشرة: اعلم رحمك الله تعالى أن العلم مشارب كثيرة، فما السبب في حصر الشيخ العلم في معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه؟ لأنه قال العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه، فلماذا حصر الشيخ العلم كله في هذه الأصول الثلاثة؟ لماذا حصر الشيخ العلم كله في هذه الأصول الثلاثة؟ تقولون: حصر الشيخ العلم كله في معرفة هذه الأصول الثلاثة لعدة أشياء، منها لأنها أصول الإسلام، هذا الأول. السبب الأول في حصر العلم في هذه الأصول الثلاثة لأنها أصول الإسلام. فإذا قيل لك: ما أصول الإسلام؟ فقل: معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام. الأمر الثاني لأن سؤال الإنسان في القبر يكون إيش؟ يكون على هذه الأصول الثلاثة، فلا بد أن يعرفها المعرفة التامة وأن يتعلمها العلم الكامل. محط السؤال عنها يوم القيامة، محط السؤال عنها يوم القيامة، ينبغي للإنسان أن لا يمل تعلمها، فإن الإنسان سوف يسأل يوم القيامة في قبره، عفوا إذا مات، سوف يسأله الله في قبره: ما دينك؟ ما ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الأمر الثالث لأن العبد لا يذوق طعم الإيمان إلا بتعلم هذه المسائل الثلاثة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: ذاق طعم الإيمان من رضي، هذه معرفة الله، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، هذه معرفة الدين، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فإذا لا يمكن أبدا أن تتحقق لذة الإيمان في قلب العبد إلا إذا تعرف على هذه الأصول الثلاثة. الأمر الرابع لأن علوم الشريعة كلها ترجع إلى أحد هذه الأصول الثلاثة، كل علوم الشريعة لو نظرت إلى كل علوم الشريعة لوجدتها ترجع إلى أحد هذه المسائل الثلاثة، فهي أصول العلم. الأمر الخامس والأخير: يجب تعلم هذه الأصول لارتباطها الوثيق بالشهادتين، فلا يمكن للإنسان أن يحقق شهادة أن لا إله إلا الله إلا بمعرفة من؟ إلا بمعرفة الله.
قول الشيخ معرفة الله، والمراد بها من المعرفة المعرفة القلبية، انتبهوا لها، المعرفة القلبية التي تستلزم قبول ما شرعه والتحاكم إليه. هذه المعرفة المطلوبة، المعرفة التي يقصدها الشيخ هنا معرفة القلب التي تستلزم كمال قبول ما شرعه ربنا جل وعلا والتحاكم إليه. وكيف يتعرف الإنسان على ربه جل وعلا؟ سوف يأتينا أن طرق معرفة الله طريق قارن طريقين، خبر إن طريقة، طريق الأول النظر في الآيات الكونية، والأمر الثاني النظر في الآيات الشرعية الكونية كالشمس والقمر والليل والنهار، والشرعية هي القرآن. فمن نظر في هذه الآيات فإنه يهديه النظر فيها إلى معرفة الله، وسيأتينا الكلام عنها وتفاصيلها في الدروس الآتية إن شاء الله. المسألة الرابعة عشرة، قوله معرفة النبي، والمراد بهذه المعرفة أي المعرفة القلبية التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق. المراد بهذه المعرفة المعرفة القلبية التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق، والتي تستلزم تصديقه فيما أخبر، والتي تستلزم امتثال ما نهى، امتثال ما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا معرفة الله المراد بها معرفة قلبية التي تستلزم كمال القبول، ومعرفة النبي المراد بها المعرفة القلبية التي تستلزم كمال الاتباع. المسألة الأخيرة في هذا الدرس أو قبل الأخيرة، قول الشيخ: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. اعلم أن الإسلام قسمان: إسلام عام وإسلام خاص. اعلم رحمك الله تعالى أن الإسلام قسمان: إسلام عام وإسلام خاص. فالإسلام العام هو التعبد لله تعالى بما شرع، منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة، هذا هو الإسلام العام، التعبد لله جل وعلا بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة. فالشرائع السابقة كلها إسلام، الذين اتبعوا موسى ماذا يسمون؟ المسلمون، ولذلك قال: واشهد بأننا مسلمون. فهذا إسلام عام، فكل من أطاع رسوله الذي بعث إليه من الأمم السابقة فيسمى مسلم. ولا نتكلم نحن عن هذا الإسلام، وإنما نتكلم عن الإسلام الثاني وهو الإسلام الخاص. فقول الشيخ: معرفة دين الإسلام، لا يقصد به الإسلام العام، وإنما يقصد به الإسلام الخاص، وتعريفه هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فالإسلام الخاص هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة، فصار اسم المسلم لا يطلق حقيقة إلا على من اتبع شريعته صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأمة عندنا قسمان: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: أمة إجابة وأمة دعوة. أما أمة الدعوة فهم الذين وجدوا بعد بعثته إلى أن تقوم
يقوم الساعة ولم يدخلوا في الإسلام، مثل الكفار الآن عندنا كاليهود والنصارى، هؤلاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمة دعوة، يعني هم الذين وجدوا بعد بعثته إلى أن تقوم الساعة ولم يسلموا. وأما أمة الإجابة فهم الذين وجدوا بعد بعثته وآمنوا به، وإن كان عندهم شيء من الذنوب والمعاصي مما لا يخرجهم عن أصل الإسلام. فإذا الإسلام قسمان والأمة قسمان، الإسلام عام وهو التعبد لله بما شرع على الألسنة على لسان رسله منذ أن أرسلهم إلى أن تقوم الساعة، والإسلام الخاص هنا به التعبد لله بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. المراد بقول الشيخ رحمه الله ودي معرفة دين الإسلام، ماذا يقصد؟ الإسلام الخاص والإسلام العام؟ الإسلام الخاص. وكذلك الأمة قسمان، أمة للدعوة وأمة الإجابة، أما أمة الدعوة فهم الذين وجدوا بعد بعثته ولم يؤمنوا به، وأما أمة الإجابة فهم الذين آمنوا به. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة، هل يقصد بها أمة الدعوة ولا أمة الإجابة؟ لا، لأن أمة الإجابة الدعوة كفار، كيف يقصد؟ يقصد بها أمة الإجابة. يعني شوف الآن أمة الدعوة الآن أكثر من أمة الإجابة، المسلمون أقل من الكفار، المسلمون أقل من الكفار، فالكفار في أمة محمد كبير، إذا أمة الإجابة كثير، عفوا أمة الدعوة كثير. طيب أمة الإجابة سوف تنقسم إلى 73 فرقة، 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، ولذلك وما آمن معه إلا قليل. فالقلة دائما هي إذا كانت أمة الدعوة أصلا إذا ماتوا في النار خالدين فيها مخلدين، وأمة الإجابة 72 فرقة منهم سوف تدخل النار، من الذي يدخل الجنة؟ فرقة واحدة. اسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل عندي سؤال؟